عايشة، انت من الناس اللي بيأثر فيهم كل حاجة كويسة او وحشة، هل في موقف انت فاكراه حصل لك في الشغل مأثر فيكي بشكل سلبي او ايجابي عمرك ما هتنسيه من غير ما تحكي اسامي؟ يعني هل في موقف انت فاكراه وجعك قوي او حصل لك؟ بس مش هقول طبعا. ما تقوليش اسامي. لا مش مشكلة. لكان في مخرج اشتغلت معاه يعني، واحنا في التصوير واحنا لسه بنصور كان بيشيل حاجات ليا كتير، يعني مشاهد كتيره ده وانتوا بتصوروا اصلا واحنا بنصور. بعد كده بيجيبني اصور الافيش وبعد كده يشيلني من على الافيش. الله. من غير اي سبب. وده ضايقني قوي يعني، وخلاني مش واثقه في نفسي خالص الفتره اللي بعد العمل ده. مش واثقه في نفسي خالص وانا حساسه قوي. ايوه، ما انا عشان كده سالتك. يعني خدتها على كرامتي قوي الصراحه، واتضايقت كتير قوي وعيطت كتير. بس كان ايه السبب؟ ما حاولتيش تعرفي بعد كده؟ مش كده عارفه ليه؟ مش عارفه. انا الحاجه الوحيده اللي انا فهمتها ان شغلي مش عاجبه. وما تقابلتوش تاني بعد ما حققتي؟ بسلم عليها عادي وبتاع. ما اتكلمتيش مع ان مش طايقاك؟ لا انا مش طايقاك. لا بالعكس، ده بالعكس يعني. هو انا اهو، انا تمام. بالعكس. طب هل في موقف كويس طيب تفتكريه لحاجه حصلت لك برضو في الشغل كانت سبب طاقه ايجابيه او نقله في حياتك؟ مش فاكره الصراحه، بس حاجات حلوه قوي بتحصل لي في الشغل هنا في مصر. مش فاكره حاجه معينه، بس دايما في حاجه بتحصل معايا غريبه. لما بقول مثلا انا نفسي في عمل معين في الفتره دي، انا عايزه اعمل كده دلوقتي، تروح جايه لي حاجه كده. يعني فاهم قصدي؟ يعني بتتمني الحاجه ربنا بيديها لك. اللي هو لا انا دلوقتي مش عارفه، عايزه اعمل حاجه جنب اللي انا بعمله دلوقتي في التوقيت ده ربنا يبارك، لازم دلوقتي. حلمك توصلي لحد فين يعني؟ لا مفيش حد. مش حلمك توصلي لحته معينه او منطقه معينه في التمثيل او حاجه نفسك تحققيها؟ يعني انت بتتكلمي فرنش كويس، ما بتفكريش انك نفسك في وقت من الاوقات تطلعي تعملي حاجه عالميه او تعملي حاجه بره؟ لو جات لي فرصه. خصوصا ان شكلك يدي اوروبي قوي. عندهم مني كتير هناك. لا يعني. بس اوكي مش يعني هيدوروا على شكلي. لا بس يعني في امل. ايوه، هو لو جات لي حاجه هعملها هناك او في امريكا او في اي حته. بس انا برضو يعني فاهمه كويس ان عايشه هناك في منها كتير قوي، فهم بالعكس هم بيدوروا على الشكل اللي مش عنده العربي. يعني انت قصدك لو انا رحت هنجح هناك جدا هتكسر الدنيا؟ الشكل الوحش ده ما فيش منه. لا ففاهم. فانا عارفه ان هم بيدوروا على الشكل العربي اكتر هناك. يعني ياسمين صبري لو راحت اي بلد علشان تسمعها شرقيه طبعا هتنجح قوي. طب انت مين، مش عارف اقول لك مين اشتغلتي معاه استمتعتي، لان هتقولي لي كلهم. لا هم كلهم. لا مش كلهم. هتقولي لي انا دلوقتي بستمتع مع استاذ سامر محسن الصراحه في المسلسل اللي احنا بنعمله. طب ما تحكي لنا حاجه عن المسلسل. والله مش هعرف. ما تحكيش احداث بس هو مسلسل. الكرو مين؟ فكرته جديده قوي ومشاعر الشخصيات غريبه قوي ومش مفهومه خالص. بس يعني والله ما هقدر اقول اكتر من كده. طب مين الكاست اللي معاك؟ طبعا النجمه الجميله منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد فراج،